انا عشان اغير قيمه الفاريبل اضطريت اعمل رايت اول، صح؟ رايت اول يعني لازم يكون في كمبيوتر او شاشه. طب لو انا عندي برنامج بيقول له مثلا، ولنفترض ان هو هيعد الاساس اللي عدت، بلاش ده، ممكن انا ازاي مثلا؟ حلو، في فلاشر بتاع شرط المرور اللي هو الاصفر اللي شفتوه، عايز اقول له لو احنا بالنهار خلي الفلاشر عادي يعمل كده، لو احنا بالليل عشان يشد انتباه العربيات خليه يعمل كده اسرع. يعني هلعب في الزمن بتاع الايه؟ تايمر، صح؟ يعني التايمر من الاول مش هحدد له قيمه، هخليه ايه؟ فاريبل. حلو، تمام. بس في حاجه، انت هتقعد واحد بالنهار ورديه الصبح، واحد ورديه بالليل، ده يغير قيمه بالنهار، ده يغير قيمه بالليل، ولو ده جه اتاخر تحصل مشكله؟ لا، انا هستخدم في البي ال سي امر يعمل، مش انت بتعمل رايت تقول انا بتنقل القيمه على الفاريبل؟ طب ما في امر اوريدي اسمه موف جوه البي ال سي، امر اسمه موف يبعت قيمه. في فوتو سيل بيقفل بالليل، كي لما الفوتو سيل يقفل معايا ان احنا بالليل يعمل موف بقيمه صغيره فالفلاشر يبقى سريع، لما الفوتو سيل يفتح يبقى احنا بالنهار، يعمل موف بقيمه كبيره يبقى احنا الصبح فيبقى بطيء. كي مثلا نشرحه وبعد كده نعمل المثال اللي قلناه دلوقتي ده. الموف في منه اربع انواع، موف بايت وورد ودبل وورد وريال. ده سايز بايت، ده سايز وورد، ده سايز دبل وورد بس انتجر رقم صحيح، وده سايز دبل وورد بس ريال بالعلامه على الشاف فلوتنج بوينت. تمام، شكل الموف عامل كده. ولنفترض احنا هنتكلم مع تايمر، يبقى خليها موف نوعه ايه؟ ها وورد. الموف ليه حاجه اسمها اي ان واي ان او واي ان والاو يو تي، انيبل وانيبل اوتبوت، انبوت واوتبوت. يعني ايه؟ انا عايز انقل ايه وابعته فين؟ مش احنا عايزين نغير قيمه التايمر مثلا؟ اوكي، التايمر خليناه يعد فاريبل وورد مثلا 6، القيمه نخليها كام مثلا؟ ولنفترض ربع ثانيه، يبقى 200. لو التايمر نوعه مثلا بيعد بالملي سكند يبقى نقول له 250 كده، انا 250 ملي سكند يبقى ربع ثانيه، صح؟ تمام. اللي هيعمل انيبل للعمليه دي، اللي هينفذ العمليه دي مين؟ الفوتو سيل لما يقفل اي 0 مثلا بوينت 1. خلصت. مش انت بتكتب ادرس وتختار النيو فاليو وتدوس على رايت اول؟ طب ما دي كانك دوست على رايت اول فلقى لك النيو فاليو جوه الادرس، هي كانها امر رايت اول بالظبط، بس ده جاهز في البرنامج، ده انا بعمله اثناء البرنامج واروح ماشي واسيب لهم البي ال سي من غير شاشه وهيشتغل كده كده كله تمام. انا بعوز شاشه بس في حاله ان انا عندي قيم متغيره ما اعرفش هتبقى بكام، يعني زي ما يطق في دماغهم عايزين يكتبوا يكتبوا. اوكي، لكن هنا في الـ في الـ في, الـ في امر موف انا بكون مجهزه من وانا عامل البرنامج من 20 سنه فاتوا، ساعه ما عملته مجهز في امر موف جواه. اوكي، عشان تفهمني تعالى نعمله ببرنامج فعلا بجد اللي احنا كنا بنتكلم عنه دلوقتي، اللي هو جزء بتاع فلاشر. لما افتح المفتاح ال 250 ما اتلغتش، فضلت موجوده جوه الفيورد 6، فساعتها لما افتح المفتاح هعمل موف ثانيه بالنوت بتاع المفتاح. تاني امر موف كانك بتعمل رايت اول، الزرار بتاع رايت اول اللي هو كانه الانبوت دوت، ما هو ده اللي بيشغلك امر موف، بينقل لك قيمه الان يحطها في قيمه الاوت، يعني ده كانه النيو فاليو وده كانه الادرس، فخد النيو فاليو بعته جوه الادرس لما انت دوست على الاي 0.1. اوكي، كمان شويه هقول لك ايه حكايه الانيبل اوتبوت دي. تعال نعمل مثال عملي. اللي احنا عملناه من شويه مع بعض النهارده تقريبا. لما يكون الاي 0.0 منداس عليه يكون القيمه اصغر من كذا يشغل كيو 0.1، لما يكون القيمه اكبر من كذا يشغل كيو 0.2، دوت تي 32 تي 32
وكان فينا المفتاح اللي هو بيفصله صح؟ لو قيمة أصغر من كذا. الأرقام دي ثابتة ولا هنغيرها؟ يبقى لازم تكون إيه؟ فاريبل. ماشي. مش تفرق بقى أي حاجة. في وورد مثلا هو المفروض القيمة اللي هنحطها هنا تبقى هي اللي هنحطها هنا صح؟ يعني لو اقل من نص ثانيه يشتغل هنا يشتغل فوق النص ثانيه صح؟ القيمه دي تبقى هي دي صح ولا لا؟ انا بسال. ودي تبقى قيمه مختلفه مش تبقى هي يعني مثلا نص ونص وهنا ثانيه او ثانيه وثانيه وهنا اثنين. تمام. نجهز امر موف. الاول اي 0.1 اللي هو الفوتو سيل قفل يعني بقينا بالليل يروح عامل ايه؟ هيعمل اتنين موف والاتنين نوعهم موف وورد. معلش يا باشمهندس اعمله سايلنت عايزك. موف وورد ماشي هنخزن فيه كم المشكلة؟ اللي هنا المشكلة دوت ها؟ لا ده هو ايه علاقة ده بدوت؟ ده انا جيت عند الكومبير قلت له لما في الحالة دي لما تي 32 تكون أصغر من فيورد 0 يعمل كذا. في حالة تانية لما أكون أصغر من فيورد 2 يعمل كذا. ده بيعمل شغلانة ده بيعمل شغلانة مش نفس الشغلانة. كي دي مختلف عندي. هقول له ارمي لي على الفي وورد 0 مثلا نخليها 100 مللي سكند. يبقى الفي وورد 2 200 مللي سكند. يبقى بالليل هتلاقي فلاشر بقى سريع جدا. كي لو بقينا بالنهار يعني الاي 0.1 فتح اعمل موف وورد على الفي وورد 0 مثلا بنص بثانيه وموف تاني على الفي وورد 2 بثانيتين. تمام. اوكي يبقى بالليل يشغل الفلاشر سريع جدا هيبدلوا مع بعض بسرعه جدا. بالنهار هتلاقيه بيبدل بالراحه خالص. ودي موجوده فعلا في شروط المرور الصح انها بالليل عشان تشد انتباه الناس يبقى نور بينارس بسرعه. بالنهار عادي. اوكي تمام. في حد مش فاهم البرنامج امر موف وورد يتشرح في 5 دقائق بس تطبيقات عمليه عليهم هناخدها كتير واحنا شغالين النهارده وبكره ان شاء الله. لو تمام روح ارسم البرنامج ده عندك على الكمبيوتر وجربه. اوكي طب تجربوه الاول عشان ما تتلخبطوش من غير انيبل اوتبوت. الاول جربوه من غير الانيبل اوتبوت سيبوها فاضيه هتلاقي في سهم عندك عامل كده استخدموش سيبه زي ما هو. اوكي بعد كده هنقول لازمتها ايه. شغلانته ينقل هو موف ينقل بس دي شغلانته بينقل ولا هو كاونتر ولا هو تايمر ولا هو موف بينقل ان القيمه اللي انت قايله عليها في الان ارميها في الاوت. يعني هي الداله دي نفس الداله دي بس باستخدام مخ. اه بس هنا بنعدل في قيمه الزمن بتاع الفلاشنج. لو احنا بعتنا 100 مللي سكند و200 مللي سكند هتلاقيه بيعمل كده بسرعه جدا مع بعض. بعتها ثانيه وثانيتين هتلاقيه بيعمل كده. هتلاقيه غير القيمه بتاعته. ها صح؟ فاهمينها ولا لا؟ بس لا يعني حاجات يعني هندخلها في 80 جنيه. ارسمها على الكمبيوتر عشان تبقى فاهمينها. لو فاهمينها كويس تعمل بيها برنامج والموف والموف والفاريبل ميزتهم في 80 فيها ايكويشن 80 معقده. يعني ما اعتقدش ان في مكنه مش هتحط فيها موف ولا فاريبل استحاله يعني. لو خدت بالكم كان مكتوب هنا اي ان او انيبل اوتبوت وجنبيها سهم. الانيبل اوتبوت مقصود بيها ايه؟ من الاخر لو فعلا الحاجه اللي هي ان اتنقلت في الاوت هتلاقي الانيبل اوتبوت دوت بقى بواحد. الهدف منها ايه؟ مش البي ال سي حاجه دوس مش هينقل هو هينقل بس انا عندي اوبريشن معينه في البي ال سي معتمده على اوبريشن ثانيه. يعني هعمل 2 اكس تربيع ما ينفعش يربع يضرب غير لما يكون اول عمل ايه؟ ربع. هاخد رقم واروح طرح منه 2 وابعته على الكاونتر. هاخده هعمل له موف ما ينفعش يطرح غير لما يكون اول خده. وما ينفعش ابعته على التايمر غير لما يكون اول طرح منه.
فدي كلها ستيبس، حصل دوت ينفذ اللي بعده، حصل ده ينفذ اللي بعده، دي فكره انيبل اوت. لو انت حاجه مهمه جدا وعايز تاخد منها لمبه براحتك وصل منها لمبه، لو كيو 0.1 نورت معناه ان فعلا الاين اتنقل في الاوت. اوكي، لما ناخد الايكويشن هنشتغل بيها كويس جدا، لان الايكويشن في الكالكوليتر كان فيه قوسين الاكواس، فالاكواس كانت بتخلي الكالكوليتر تفهم. الكالكوليتر لو انا قلت له مثلا 2 اكس تربيع ما بين قوسين زائد ناقص في على، هو كده ماشي ايه؟ ماشي بالاكواس، بيخلص الاكواس وبعد كده يشوف هيعمل ايه في الاخر. البي ال سي ما عندوش اكواس، فماشي بايه؟ بالترتيب. يعني الانيبل دوت هيشغل الجزء اللي بعده، والانيبل دوت هيشغل اللي بعده. اوكي، دي فكره الانيبل. تمام، ولا موف، ما فيهاش موف خالص، شرط المرور ما فيهاش موف خالص. عايز تعمل الحركه دي يعني، هيبقى نفس عدد الموف. ولما ناخد الايكويشن ممكن نلغي موف منهم، عارف ليه؟ القيمه دي 100، يبقى تلقائيا دي ضعف ال 100، صح؟ هناخد عمليه ضرب، نضرب القيمه في كام؟ في 2، ونلغي الموف اللي بعديه، واللي تحتيه نفس الكلام. تمرين صعب بقى. خزان ميه، الخزان ليه 3 ترمبات بيملوه، والتفريغ فلنفترض ان هو مانيوال ولا حاجه، مش مهم بيتفرغ ازاي، التفريغ مانيوال عادي، انا هفتح حنفيه هفضيه. في 3 ليميت سويتش، سوري ليميت سويتش ايه، ليكويد ليفل. اوكي، عوامات يعني، الاي 1.1، الاي 1.2، الاي 1.3. التمرين شغال ازاي؟ لو الميه قلت، معلش اسمعني وبعد كده اكتب بطريقتك. لو الميه قلت عن المنسوب اللي هو الهاي، اعلى منسوب، عادي الموضوع ما يخضش، مش هيعمل اي حاجه. الترمبه دي مش هتشتغل، ودي مش هتشتغل، ودي مش هتشتغل. لو الميه قلت عن الاوبريشن ليفل اللي هو الليفل بتاع التشغيل، يشغل الترومبه دي وما يشغلش دي وما يشغلش دي. لو الميه قلت عن اللو ليفل كده الموضوع قلق، كده كده دي مالها شغاله، يشغل دي ودي ما تشتغلش برضه. ده الجزء الاولاني اللي كان في الامتحان، ده كان الامتحان بتاع كورس قبل كده قديم. انا جاي لك في الكلام اهو. في مشكله في الجزء الاولاني؟ عايزه تاني بسرعه. قلت عن الهاي ليفل ما يشغلش حاجه، قلت عن الاوبريشن ليفل يشغل دي بس، قلت عن اللو ليفل يشغل الاثنين دول مع بعض. اي ترومبه بتشتغل لسه في الجزء الاولاني، اي ترومبه بتشتغل تفصل فين؟ فوق عن الهاي ليفل. ما ينفعش ترومبه تكون بتشتغل عند الاي 1 2 تحتيه تشتغل فوقيه تفصل، لان الميه لو اتهزت هيجرى لها ايه ترومبه؟ الغاز بتحرق، صح؟ فدايما الليفل تشغيل يكون غير ليفل الايقاف، يعني دوت اللي بيعمل اوف لكله. ده اللي بيفصل. تمام؟ الاي 1 3 تشتغل في حاله واحده بس. لو فتحنا الاي 1 2 الميه بتقل. الاي 1 سوري انا اسف، اي 1 1 اي 1 2 اي 1 3 بس بسرعه. يعني ايه بسرعه؟ يعني في سحب سريع جدا في الميه. كده كده دي بتشتغل هنا ودي بتشتغل هنا. لو عملنا ده ورا ده ورا ده في اقل من 10 ثواني مثلا، دي معناها ان منسوب الميه بيقل بسرعه جدا. فساعتها هيشغل برضه الاي 1.3 سوري كي 0.3. لو منسوب الميه قل بالراحه دي، بعديها بربع ساعه دي، بعديها بساعه دي، معناها ان سحب الميه بطيء، فالتعويض دول هيقدروا يعوضوا، فما يشغلش الكي 0.3. يعني الكي 0.3 تشتغل لو الليفل نزل من فوق لغايه تحت في اقل من او بيساوي 10 ثواني. كي 0.3 تشتغل لو انا غيرت 3 بسرعه ورا بعض في 5 ثواني، في ثانيتين، في 9، المهم ان هو جوه الرينج 10 ثواني، يروح مشغل برده الكي 0.3. تشتغل فين؟ تشتغل في المكان ده تحت خالص. عند ايه؟ مش انت اقترح حاجه ثانيه. عايز صح صح تاني، بس انا هطلب اللي انا عايز ايه، وبعد كده نخترع في التمرين زي ما احنا عايزين. المشكله
نخترع زي ما احنا عايزين في التمرين ما عنديش مشكله. كاي التمرين تاني انا عايزه لو قال لي عن الاي 1.1 ما يشغلش حاجه، لو قال لي عن الاي 1.2 يشغل اول ترومبه بس، لو قال لي عن الاي 1.3 يشغل ترومبه دي كده كده شغاله هيزود معاها دي. الكيو 0.3 بتشتغل عند الاي 1.3 بس بشرط لو كانت الميه قلت بسرعه يعني 1 1 1 2 1 3 في 5 6 7 8 9 ثواني 11 ثانية 20 ثانية معاها ان الليفل بيقل بالراحة، يبقى ساعتها ما يشغلش الكيو 0.3 خالص. اوكي البشمهندس كان بيقترح بيقول افرض قال لي هنا بالراحة وقال لي هنا بسرعة عادي يعني هنعرف نعمله ماشي ممكن يعني لو صاحب المصنع جه قال لي عليها هقول له لا خير وبركة هنعملها له يعني. هو البرنامج مين اللي بيعمله حضرتك صح؟ احنا كفاءة ان احنا نخليه يحس بيها، هنعمل له حاجة نخليه يحس بيها. لا بقول على البرنامج بتاعي لو حصل مشكلة انا مش طالبها منك، بس ممكن لو على نقطته نعمل ايه؟ نقول له لو قلت من هنا لهنا في خلال 10 ثواني او لو قلت من هنا لهنا في خلال 5 ثواني بس، يبقى في الحالة دي روح اعمل شغلك 0.3 يبقى كده بنتكلم على المشكلة اللي انت عايزها.